بالعاده مرفوع خلق اسم الله. شو بدك بجوزة؟ شو يعني شو شو بدك بجوزة؟ خي ما بدي شيء. شو ما فهم شو قصدك؟ جوز اللي عندك جوا بالبيت. شو بدك منا؟ خي ما بدي منا شيء. انا عايز الناس على العشاء وبالعلامه جاي بقلوبات تاكل شيء قليل. وجوجي عم بالنسبه لجوجي قالت لها انه كثير بتحبك بتموت عليك ما فيها تعيش بلاك ابدا. هي قالت هيك؟ ايه. وبالعلامه قالت لها حتى عزمك واعمل من قيمه تاتوياتك عضلاتك جنازيرك مقامك العالي. لا ما تفحصني. عم تحكي جد ويزو؟ يسلم لي مقامك عمو. اكيد عم تحكي عن جد. اكيد يا بوب انا الي الشرف اعزم ببيت البطل العالم الاولمبي بوب. تاكس ستيف لنروح خبر جوجي. يس عمتي وجوجته وبوب وبتقولوا لي حظي مش عاطل. صبحيه ما صبحيه شطب. يعني هلا باستراليا هونيك ما في صبحيات ما في تركيب مقلي ما في طحنات ما في هاك وهاك ابدا ابدا. نحن اللبنانيه ببعضنا وبس. طيب اذا كان باستراليا ما في لا طحنك ولا شيء ولا صبحيات ولا ده. بلندن شو في؟ ايه على لندن بيقولوا لك الجرائم والفحش والتعتير. بيقولوا اذا العالم بيتدبحوا على الطريق ما في مين يلمهم. يا عين ولد هالقد اذا قال له بيو نو بابي دونت دو ذات بيجيب له البوليس بكلب شو بياخذوه. يا سلام يا عين. يلا يا جوجي سمعيني دوري. اوكي تعي مامي هلا بدك تشوفي كيف انا نمثل. عادي هون حاضره حاضره. لا يا سعيد لا تدعوني اذهب هكذا وكانني شو وكانني سحابه. سحابه مكتوب سحابه. كيف سحابه؟ مسلسل تاريخي سحابه. لك هيدي سحابه. هلا سحابه غير سحابه. واحد كيف بده يركز بهالجو؟ لا يا سعيد لا تدعوني اذهب هكذا وكانني سحابه. منيحة وكأنني سحابة غيم تمطر دما ودموعا. ايه وبعدين شو فيه؟ 51 51. كيف 51؟ ولك هيدي هيك شي. لا تدعوني اذهب هكذا وكأنني سحابة غيم تفتح ابواب السماء و يا ريت حدا بيفتح الباب مش احسن؟ انني آتية. تعي مامي. ثانكس يا حياة عمري. آتية يا سعيد وكأنني شو سحابة غيم. انت كمان شو ساعة لتفتحه؟ هيدا العشاء بعد فيه ما تفكر. شو ما في غير طنصة بالجاج؟ عم تتمسخر يعني؟ مين شغلة عم بيشتغل وعايز الليرة؟ رجع لمع هاي الفاتورة. تفضل. 10,000 ليرة بخشيش. تفضل. خي باي باي. حدا يساعدنا بالعشاء يا جماعة. انه يا خيي انت بتضيع بتضيع. يا اختي اذا ما اخذت الدواء انا بضيع وما بعود بعرف حالي لا كيف رايح ولا كيف جاي. يا عين اذا بلبنان بتضيع بلندن بتتمخر. ولك يا اختي انا بدي اعمل المستحيل حتى ابني وسام ما يروح على لندن مدينة الضباب. كيف؟ ضيع بيقوم بيهشل. يا عيني عليك قوم لنتكتك على واقع البلكون. تعال قومي حقني. قومي قومي. الو ايه مراد بك؟ يا اهلا وسهلا. الكونترا صار جاهز؟ عال عال عال. ايه عيلتي فرحوا كثير طاروا من الفرح وناطرينك على احر من الجمر. ايه اي ساعة رح تمشي؟ هلا؟ ايه طيب يا هلا يا هلا ناطرينك. اوكي اوكي يا اهلا ناطرينك باي. عمتي بابا جوجتو بوب محمد عليك ليه؟ حدا يساعدني الزلمه صار واصل. ما حدا بده يساعدني ايه؟ ماشي على لندن بدي روح. يعني على لندن بدي روح حتى لو رفض شبروح. شو هيدا مين انتو؟ فين احنا اللي بنستلف وسام؟ انتو مين انتو؟ انا شبروح. شبروح؟
انسيتني يا وسام؟ انسيتي جدودك يا عيب الشوم عليك؟ وانا سعدية يا وسام. سعدية؟ كان اصلي سعدية انا. انا الستة لام ستك. لوين اخد ولادك ورايح؟ لوين اخد ابنك تضيعه هنيك؟ يا عم شو ضيعه هنيك؟ هنيك بلاد الحضارة يا جماعة. حضارة؟ وستة الاف سنة حضارة هون شو بتعمل فيهم؟ بكرة ابنك هنيك بصير فالت صهر وشرب وتحتير، وبنتك يا دلع بنتك بتصير تسرب وجه الضو، واذا قلت لها شي بتجيب لك البوليس. ومرضى بدك اياها تصير مثل المرة الانجليزية؟ ليش بها المرة الانجليزية يا لبنى؟ عم بتجاوب كمان؟ بدك هالمعتر ما فكرت فيه؟ فكرت فيه ولا بدك اياه يصير يمشي على الطريق يجر الكلب قدامه ويحكي لوحده مثل المجانين؟ يا جماعة انتوا فهمانين غلط، صاروا صعب. اتفو كمان يا سعدية؟ الله يسامحك يا عمتي على هالمنام اللي خبرتينا اياه. لما تسوق الاحوال فجأة بيشرف الظفر، ما بيخطر عالبال الا الفلة يعني السفر ع امريكا ع باريس، يما عبلاد الانجليز ايطاليا استراليا، منطلع خرجية ناخد الجنسية، الحل الوحيد السفر. اوعى تسافر اوعى تروح تترك هالوطن مجروح، تخسر ولدك ارضك بلدك صفي مكانك بلا روح. حضر حالك يا بي ويا مرتي هالشنطة ضمي، بحب القصب النية بحب التبولة والكبة، لكن كله حقه فلوس ومحسوبك شغله منحوس وحياتك رايح مفوز. سافر بخسر بلدي لكن بضمن ولدي، الحل الوحيد السفر. اوعى تسافر اوعى تروح تترك هالبلد مجروح، تربح جنسية تخسر الهوية، هوني غريب بالغربي غريب.